السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني يلا بينا بقى النهارده نعمل فطاير البريوش بس هنعملها بطريقه صحيه باقل كميه دهون وباقل كميه نشويات بعجينه هشه واسفنجيه وبجد طعمها حلو قوي وحشوه مميزه من غير حليب وكمان من غير زبده ومن غير سكر طعمه جميل جدا مناسب للدايت العادي بسعرات حراريه قليله شايفين الجمال ده يلا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول أنا هعمل البريوش ده أو الفطاير من الدقيق الأسمر اللي هو دقيق القمح الحبة الكاملة هنحتاج منه بالأكواب العيارية كوب ونص عياري كوب ونص عياري من الدقيق الأسمر اللي هو الدقيق الحبة الكاملة ممكن تبدلوه بالشوفان لو انتوا عايزين بعد كده هنحط عليه معلقة كبيرة من الخميرة وهنضيف عليهم معلقة صغيرة من السكر وممكن نبدل السكر بالعسل مفيش أي مشكله هنقلب بقى دلوقتي المكونات الجافة مع بعض بالمعلقة بالشكل ده كده لغاية لما يختلطوا كويس هنجيب بقى دلوقتي بيضة بيضة واحدة كبيرة ونجيب طبق صغير ونبدأ نفصل البياض عن الصفار هناخد البياض في العجينة والصفار هندهن بيها الوش بتاع فطاير البريوش ايه هنفصل البياض عن الصفار بالشكل ده كده هحط بقى دلوقتي البياض كده على الخليط بتاع الدقيق الاسمر وكمان الخبيرة والسكر وهنسيب بقى الصفار على جنب هنستعمله في الاخر خالص هجيب بقى دلوقتي المعلقه وابدا اخلط دلوقتي البياض البيضه مع الدقيق الاسمر وكمان الخميره بالشكل ده كده وبعد كده هنبدا نعجن دلوقتي بالميه انا مجهزه معايا هنا كوب من الميه الميه هنا كميتها نسبيه على حسب ما تاخد معانا العجينه بس الميه اللي هنستعملها تكون ميه دافيه علشان العجينه تتخمر معانا بسرعه حطيت دلوقتي كمية من المية وهبدأ ان انا اعجن بالشكل ده كده نضيف المية بالتدريج ما تحطوش المية مرة واحدة علشان المية معانا هنا كميتها نسبية اه للناس اللي عايزة تبدل المية بالحليب ما فيش اي مشكلة زي ما انتوا عايزين نفس الكمية ويكون الحليب دافي هنحط المية بالتدريج ونبدأ نعجن بالشكل ده كده لغاية لما تدينا عجينة تكون بتلزق شوية زي ما هنشوف دلوقتي وطبعا للناس اللي هتستعمل شوفان مطحون او دقيق شوفان بدل, بدل الدقيق الاسمر اللي هو دقيق الحبه الكامله هيبقى كميه السوائل اقل بكتير اهم حاجه ان يتكون معاكو عجينه سهل ان احنا نشكلها خلاص كده بدات تلم معانا العجينه بالشكل ده كده هنلمها على بعضها بالشكل ده خلاص كده بتكون جاهزه لما نحط ايدينا كده اللي مش بنعجب بيها الايد التانية تلاقي العجينة كده ما بتلزقش قوي يبقى هي كده خلاص جاهزة معانا وما كمية المية كلها يعني بكرر تاني كمية المية نسبية هنجيب بقى دلوقتي معلقة صغيرة من السمنة او نص معلقة كبيرة انا حطيت معلقة صغيرة من السمنة هحطها بقى دلوقتي على العجينة وده اللي هيخلي معانا العجينة هشة وحلوة كده ونرجع تاني نخلطهم على بعض ونعجنهم تاني بالشكل ده معلقة صغيرة بس من السمنة وانا استعملت سمنه بلدي وبصراحه انا دايما بحب استعمل السمنه البلدي مع المعجنات لان بتدي طعم حلو قوي دلوقتي كده جمعت العجينه بالشكل ده واغطي عليها بقى بكيس او بغطاء او اي حاجه كده ونسيبها في مكان دافي لمده ساعه تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف معانا زي ما هنشوف دلوقتي وده شكل العجينه بعد ما سبتها ساعه طبعا حجمها اتضاعف وخمرت معانا بالشكل ده نضغط عليها كده ونطلع الهواء اللي دخل فيها وبعد كده هنبدا ان احنا نعجنها على الرخامة على طول كده إيه لو عايزين تدهنوا الرخامة بأي مادة دهنية زي ما انتوا عايزين بس أنا بصراحة مش عايزة أزود المواد الدهنية علشان ما في السعرات الحرارية فأنا هبدأ دلوقتي إن أنا أفردها على الرخامة على طول بالشكل ده لو قلقانين إنها تلزق معاكوا ادهنوا الرخامة كده بمسحة من الزيت أو من أي مادة دهنية انتوا عايزينها هبدأ بقى دلوقتي أفرد العجينة كده تكون ارتفاع نص سنتي بالشكل ده كده وبعد ما فردت العجينة بالشكل ده هحط برضو معلقة واحدة صغيرة من السمنة البلدي وهبدأ ان انا افردها كده في العجينة بالشكل ده ده علشان يدينا كده التوريقة بتاعة البريوش معلقة واحدة بس صغيرة يعني استعملنا معلقتين صغيرين من السمنة في الوصفة كلها آه معلقة صغيرة حطناها على العجينة ومعلقة تانية فردناها على العجينة بعد ما فردناها بالشكل ده نيجي بقى دلوقتي للحشوة الحشوة حسب الرغبة انا هحط بقى شوية كده من الزبيب حطوا اللي أنتوا عايزينه بس انا مش عايزة احط سكر ولا احط عسل ولا اي حاجة هحط شوية كده من الزبيب اوزعهم بشكل عشوائي بالشكل ده وكمان هحط شوية كده من الشوكولات شيبس انا بستعمل شوكولات شيبس دارك من غير سكر طبعا برجع تاني اقرر حطوا الحشوة على كفكو وخلاص كده بعد ما حطيت الزبيب وكمان الشوكولات شيبس يلا بينا بقى دلوقتي نجهز البريوش هبدا بقى دلوقتي الف كده اعمل رول طويل زي ما بعمل دلوقتي بالراحه كده هي العجينه هتلزق شويه صغيرين لان انا مدهنتش الرخامه عادي ما فيش مشكله هبدا الفها بالشكل ده كده لو هتضايقكم ممكن ان انتوا تدهنوا الرخامه باي ماده دهنيه زي ما انتوا عايزين لكن انا بالنسبه لي ما فيش مشكله هبدا بقى دلوقتي الف العجينه بالراحه بالشكل ده كده واعمل رول طويل وبعد كده هنبدا نعمل البريوش شايفين ما شاء الله جميلة جدا وسهلة وسريعة كده وما شاء الله بجد العجينة حلوة او طرية للناس اللي هتستعمل شوفان بدل الدقيق الاسمر النتيجة ان شاء الله هتبقى واحدة بس طبعا مع الدقيق الاسمر الحجم بيتضاعف اكتر من الشوفان هبدأ بقى دلوقتي اكمل كده لف العجينة بالشكل ده كده لغاية لما الف الكمية كلها وخلاص كده بتكون جاهزة بتكون معانا بالشكل ده شايفين ما شاء الله جميله جدا هنجيب بقى دلوقتي السكينه كده وهقسم العجينه بالطول آه بالشكل اللي انا هعمله دلوقتي بعد ما قسمتها بالسكينه بالشكل ده كده هبدا بقى دلوقتي اعدلها كده علشان الحشوه تبقى ظاهره معانا من فوق واحنا بنلف البريوش يبقى باين معانا خلاص كده هنبدا بقى دلوقتي نعمل اول واحده من البريوش آه هنلفها بالشكل ده كده على شكل دايره وخدوا بالكم تاخدوا الجزء الاخراني اللي هو عند القطعه بتاعه اللفه تخلوه تحت علشان ما يفكش معاكم وانتوا بتحطوه في الفرن او بعد ما يستوي بالشكل ده كده وكده اول واحده من البريوش جاهزه معانا شايفين ما شاء الله جميله جدا اهم حاجه بس الجزء اللي احنا قطعناه كده يكون تحت في العجينه من تحت كده ونضغط عليه علشان ما يفكش معاكو لما يدخل الفرن هعمل برضو واحدة تانية بنفس الطريقة نحاول كده نطلع الحشوة لبره ونلف رول بالشكل ده كده ونقطع بالشكل ده كده وهكمل برضو باقي الكمية بنفس الطريقة كده لغاية لما خلصها كلها شايفين ما شاء الله جميل جدا بجد حلوة قوي وانا ببقى سعيدة قوي وانا بعمل المعجنات وهعمل بقى دلوقتي النص التاني من العجينة بالشكل ده كده ولو حسيتوا ان العجينة سميكة شوية ممكن ترجعوا تاني تقسموها نصين زي ما انتوا عايزين بقى الحجم بتاع البريوش زي ما بعمل كده بالظبط بصراحة يا جماعة حلو قوي وسهل جدا هو بيس بياخد شوية وقت كده في العجين بس بعد كده الشغل فيه بيكون ممتع جدا زي ما انتوا شايفين كده خلاص كده انا هخلص بقى الكمية كلها وهوريكم بقى كمية البريوش اللي طلعت معانا في الاخر ودي الكمية اللي طلعت معانا عشرة من البريوش في بعض منهم حجمه كبير شوية وفي بعض منهم حجمه صغير شوية مفيش مشكلة دلوقتي بقى هنجيب صفار البيضة اللي احنا شلناه على جنب وهنبدأ ان احنا ندهن بيه هجيب بقى دلوقتي فرشة واحط شوية بسيط كده من الفانيليا السايلة ده علشان ما نحسش بالزفارة بتاعة البيض وكمان شوية بسيط كده من اي قهوة سريعة الدوبان ده علشان يشيل الزفارة بتاعة البيض خالص حاجة بسيطة كده بين ايدينا اه اه نفركها بالشكل ده كده ونحطها على صفار البيضة ونقلبها بالفرشة وهنبدأ بقى دلوقتي ندهن على البريوش من فوق بالشكل ده كده علشان يدينا لمعه حلوه كده بعد ما يستوي وكمان بيدي طعم حلو زي ما انتوا عايزين ، للناس اللي عندها حساسيه من البيض ممكن ان انتوا تلغوا البيض خالص من الوصفه وتدهنوا على وش البريوش من فوق كده بشويه من الحليب او مسحه بسيطه من السمنه زي ما انتوا عايزين ده للناس اللي عندها حساسيه بيض يعني يلغوا البيض خالص من الوصفه مفيش مشكله هندهن بقى دلوقتي كل الفطاير بتاعه البريوش بالشكل ده كده بصفار البيضه لغايه لما نخلص الكميه كلها وبعد كده هنسيبها ترتاح عشر دقايق وبعدين هندخلها في الفرن هناخد بقى دلوقتي الفطاير دي وندخلها الفرن بعد ما سبتها ترتاح عشر دقايق بتدخل على فرن سخن على درجه حراره 180 بتقعد بس 15 دقيقه مش اكتر من كده ريحتها بتبقى ماليه البيض اول ما تبدا انها تتحمر من تحت كده بعد كده بنشغل الشواية علشان نحمرها من فوق وبتطلع معانا بقى بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله بجد حلوة قوي ريحتها جميلة جدا وطعمها لذيذ انا قدمتها بطريقة بسيطة كده مع عسل ومع جبنة وشاي طبعا قدموها بالطريقة اللي انتوا عايزينها شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي هنشوف بقى كده واحدة ونفتحها كده شايفين ما شاء الله هشة وحاططان كده معلقه السمنه ودهنها بالشكل ده خليتها مورقه وطريه وما هياش مكتومه زي ما انتم شايفين كده بجد جميله جدا هقولكوا بقى دلوقتي السعرات الحراريه للوصفه بتاعتنا الكميه كلها كده بس من غير الحشوه لان اكيد هنختلف على الحشوه يعني من غير الزبيب ولا الشوكليت شيبس الكميه كلها سعراتها 785 سعر حراري عملنا عشرة من البريوش بالحجم ده كده هتكون الواحده بس سعراتها 78 سعر حراري يعني ناكل منها زي ما احنا عايزين الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وبألف هنا وعافية